باهي نعيش كيكم كيفي ولا اما كي فما حاجه نكرهها اكثر من رقه الجلبانه والمرمس الشتاء. تبلو كلاستي سيء كلاستي تبلو نروح منفخ عند الماء وذاك عليه من شهر ديسمبر حتى كش الفيفري حالتي ديما تلقاها هكا. ما فهمتش كان طقس في تونس هكا مالا في امريكا وكندا كيف عاملين. اما كان فما حاجة تعجبني ونعمل عليها كيف في البريود هذي هي الفاشن. دونك باز راكم فهمتوا الفيديو متاع اليوم باش تحكي على الفاشن عند الاولاد. عسلامة ناس الكل، اهلا بكم فيديو جديد. مالو خنقني انا فرحت ناجح. قلت له لا يلزمني نشوف ما ناخذش قطوس في شكاره. قال لي هو درا شنو؟ قلت له لا ما ناخذش هكاك. بس شفتوا الكليب اللي تكمنجي من عندهم الوحود نتاع الفرش اللي جبت اسمانيكو ماهوش نفس الموديل. تو عمالي قال لي انت كمنجي درا شنو؟ قلت له وين؟ قلت له كما شفتوا في الانترودكسيون اللي باش نحكيو على موضوع محقور ياسر في تونس اللي هو الفاشن عند الاولاد. دونك اهلا بكم في فاشن ويز عزيز. قبل ما تبدا الفيديو نحب نعمل ديسكليمر صغير. انا مانيش فاشن اديكت كبير اما كيما العباد الكل نحب نلبس بكدا. والمشكله في تونس عن السرقه بزيت خاطر مظهر لي كان صنع جار التوريك والاستيلام يكلف اكثر من 100 دينار. دونك اليوم قررت نشاركم لاي واحد ينجم يكون ستايلش. دونك اليوم قررت باش نوريكم كيفاه واحد من غير ما يصرف 500 دينار ينجم يكون ستايلش. النصيحه نتاعي اشري من الفريب. دونك على خاطر الفيديو هذايا خديت الترنج مع الفيدت وهبطت الفريب في الكرام وشريت قطعات باش ولزت من الحوايج نتاعي باش نبروبوزيكم الحوايج هذوما باش نبروبوزيكم اربع لوكيت. واحد اثنين ثلاثه اربع لوكيت. باهي يا جماعه هاني قاعد نعمل في المونتاج نتاع الفيديو و صارت مشكله في الفيشي نتاع اللوك الرابع. ناش عليه قال لي فيشي كورومبو حبش تحل. كديت كل شيء باش نحاول ريكوبيري وكل اما باقي شيء. دونك باش نحط كان ثلاثه لوكيت في الفيديو مش اربعه. لا غالب مش كده. نجم نبداو. ناش كنت عارف ولا اما عندي ادمان على حاجة اسمها سويري بالكارويت. عندي كيف كي نلبس ماريولو فوق السورية نحس روحي فاشن ليفل ماكس. فهمت بهم لقونا ماريولو سامبل مع السورية هكا نزيد معهم جين اكحل وسبيدي ابيض ولا اكحل كيما سا ديبون المزاج نتاعي وزيد معهم فيستا كوير كحلة باش نزيد اللوك. فهمت الفيستا كيف برشا انواع. انا عندي هذي شريتها عندي شهري ولا ثلاث. عندي هي اللي خليتني معناتها عندها عامين ولا ثلاثه نكرهها في الدم ما تعجبنيش. تفكرني بالفيستا بروف ماتيرني كان ديما يلبسها. باهي وكيما كل يوتيوبر يحترم نفسه مانيش نوريكم الحوايج هكا 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 هاو باش نوريكم مبوسين فوق. دونك باش نقداكم ديفيلي. عملت دورة عقلي في لي بوتيك ولي سيت نتاع زارا وسيلي وبلو ايلاند وكل ولقيت في لي كوليكسيون نتاعهم لي فما لون واحد ديما يرجع لي هو البيج. مراول سويري دي كلها بيج. انا عندي ثلاثة مراول هذوما هذا خديته جمع فات كهبط للفريب فاخذته من الكرام في فازك. عندي هذا شريته عام ناول وهذا شريته عندي شهرين تو بريسك.
فيه رقارقة معناتهم باتش ورك لبس ما تجي عندي ذا شريته عمني ولا عند زين كي روحت للدار ما شاء الله لفتني الكف قلت لي قدكش مسطك زيد نمسك كابوت خشين من فوق باش ما ندبسش. فكست شوية على انستغرام وفي السيت انترنت والفيديوهات وكل واكتشفت انو لي دودون خارجين ترند على الاخر انواع وشكل كسوا كوب اوفر سايز ولا سليم الوان كل كسوا اكحل ابيض اصفر احمر اخضر لي دودون خارجين في الانواع وشكل. عندي دودون هذا شريتها عندي شهري بيجا كيك واحد اورانجي وكذا الاحمر بطبيعة من اخرج حفلين صبات بيش توصلك للنور هذا لوك ثاني نخليكم معاه الديفيلي. اللوك الثالث كيف قلت لكم عندي ادمان مع انا مال ابيض هكا فيه فازات مع شريط جينجلي دونك انا هذا نلبس مع جين اكحل كيف فيه افي عرفتو الفازات ديلافي هذوك باش نزيدو نزاويو اللوك شويه خاطر هكا ياسر بنات نزيد معاهم صبات كامل هكا قولوا لي كان اللوك يعجبكم ولا لا نخليكم على الديفيلي. دونك سي وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم ونقولكم حظا بكم خاطر عندي برشا افكار تاع فيديوهات وكل مازال نستنى باش نصورهم ونتقابل في الفيديو الجايه. جود باي.